اشتغل يلا. دقيقة كذا ممكن نصغير يا عيال كذا ما نصغير على الكبير ان احجامنا الكبار يا طيب مو اوه اوكي احنا كبار. السلام عليكم يا جبتكم مقطع جديد اليوم جايب لكم ماب اليوم معي محمد فايروس ريانز يا هلا ويا مرحبا طبعا قنوات بالدسكربشن عشان ما حد ينسى شيء عشان ما حد ينسى شيء عيال صاحب الماب شوفوا شو اسمه اسمه ايمن ولا يتهيالي ايمن اتوقع انه ايمن لا ايمن لا ايمن عشان الشفايف ايمن ايمن يمكن لا اتوقع انه ايمن ما ادري كود بي اس ال يا شباب لا تنسون في اس ال بي اس ال تنسون شوف غير كذا في الايدي كني قلت في اس ال مرتين المهم تاخذ اللي يستخدم كود بي اس ال يصير ضخم زين طيب قاعد تشوفون كيف حلو هذا ايزي اللي بعده يا ساتر والله الدنيا صغيره الو يوز بيندينج ماشين تعيد من البدايه اوه انت حلو ايه ما يوصل يا الله اخر اها اشتغل يلا شال جيل ياهو هذه تطلق ثم تنط فهمت في نفس الوقت تو سويت سويت يا عيال امه شلون نفس ما قلت لك ما ادري مت يا رب يا رب ادان تشيك بوينت ها تبغى جبتها لا ما سوى لي تشيك بوينت اوه حلو مت زيك انا مت على طف الرابعه مت يا الفخ يب طعم الضيقه اوه يا عيال الزحمة على ماب صغير يمين بلا زحمة واحد عملاق على مكان صغير عيال واحد واحد تسويها خلاص واحد يروح الحين واحد بس واه يلا يلا هلا يهو نطة على وانت على تحت اطلق على تحت نطة واطلق على تحت سلوم كيف سويتها طعم الضيغة ما في تشيك بوينت صح شكرا شوي يا محمد الا والله في تشيك بوينت ترفيه يا محمد شوي دقيقة وقف وقف يا ابوي شوي شوي قتلتني تراك شوي وشو معايا زميل اوه عرفت عرفت اي عرفت عرفت كيف عرفت يا ذي صاحبه ولا تهيالي شف 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 كذا بيطلق وصلت 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 اوكي وصلت. عندك عندك رصاص خله 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 معاك تعال 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 هذه النظام ها الافخاخ اللي تحت هذه لازم تهوش لها فاهم هي ما تطلق الا من الفتحات تهوش هذه اي ما تطلق الا من الفتحات ترى لو تركز فيها فيها خمس فتحات وست فتحات الاماكن الثانيه لو تروح لها عادي ما يجيك شيء فاهم يعني انت بس هوش لها هوش لها شفت اح حلو خذت كوين خلصت يا عيال خذت تشيك بوينت راح يمين ولا يسار يمين درب الغانمين ولا اوه يلبيه عيال خلاص يا عيال مت انا تاني بقول يا عيال بروح اصمد يمين ما في شيء طيب رحت يمين انت وين رحت بالضبط يمين يا عيال ما عرفت كيف كيف ايش 90 ذي ما عرفنا يا عيال مره سهله والله يا وش 90 نيون ايش فينا على 90 انا الله ليش ما اعطينا سمك؟ اح انا اقول ليش ما اعطينا سمك؟ يا بنت ليش السؤال ليش ما اعطينا سمك؟ يا اخي غبي نسيت نسيت اوه كان في كوين هنا خذيته انفتح الباب او افتح الليفل 10 اماكن دوائر هي اللي بس يجيك منها دمج الباقي عادي ماكس بوست ها الله يا رجاك اسلم طيرتني طيرتك وراء حلو الله اوه قطعه امه جامده جبتها صح على المظله شوف يا انك تجيبها على المظله يا انك ما تجيبها فهمت والله يبشرك بالخير صايره نرفز انا ما ادري ايش فيني ايش فيك كذا مره متنرفز هذا احتريكم انا ولا امشي حلو ما ابغى امشي خلاص عيال عندي ليفل صعب امزح مو بصعب ديستروي محمد هوشني ممكن اقطع ام الليفل غريب
يا عيال ليفل غريب ذا. لين توصل يا عيال شلون هذا حط تفاح قدامي يديني اوقف التفاح. اها لعب علي تفاح سودا هي اللي وقف عليها والباقي فيك. الله خلصت 14 هذا شلون انا نط بس ما اشوف ليش ما اشوف. طيب هنا هل اني اوقف ولا ايش الحين؟ خير سلوم ايش هذه عباره عن عرفت لا يا ريان والله قاعد امشي وصلت كيف لا اقسم بالله في افكار جامده في الليفل مع ان الماب صغير تحس بضيق تنفس بس اوكي والله انك صادي هذا كيف هذا هذا فلفل هذا فلفل هذا اوكي وصل يا عيال وش ذا والله يزقون ما والله يزقون ما كل كره تفاحه كره تفاحه يا عيال في البلات انا اسف بس مره صعبه هذه ضيقت صدركم بس مره صار لا اوكي في اختصار ديم او ان بول سهل ليفل سهل والله ذا صوت القهر صوت القهر قصدك قهر طيب هذا شلون انا قلت بس شلون يعني ما ابغى اموت يا شباب لا تنزل هذه وين على طول على القدام يب توصل يب لخمه هذا وين هذا اقطع شكله يلا للرجال الحمد لله نطيت ورب الكعبة هني نطيت عادي 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 انا 21 حلو لازم انط 22 متنا كم وصلتوا 13 ما عرفت اعديها وش الليفل يا اخي في تفاح اسود على اليمين ثم اليسار انا داري محمد ركز مشكلة تفاح يدفني ما يبغى له شرط والله يا ذا الليفل غريب الماب كله غريب هيا شوف النكبة هنا اوه طعم الليفل جامد سلوم ها راوند 15 كيف عديته؟ سؤال وش كيف عديته؟ وش الليفل؟ في حاجز كيف تعديه؟ لا في حاجز ما يمديك تنط الا الا لا تنط على النهاية كيف؟ لا تنط على النهاية كذا كذا شفت حلو خلصت ممتاز اوكي نط قبل اوكي نط قبل هنا انا مشيت والله ما ادري ايش فيكم انتم قول عشان ما تعودنا على سالفه انه كبير صغير زي كذا هذا وش هو شاخذ يقول لك 3 ضرب 24 ناقص 69 3 ضرب 24 كم 72 ناقص 69 يساوي 3 زائد 15 يساوي 18 زائد 18 4 هذا ما اتوقع انه كذا الحل غلط يا عيال زائد 15 يساوي 18 ناقص 14 يساوي 4 ما في حل على الطرف مره مره هنا يقطع ام الحركه والله اني قايل لكم حل غلط يعني حلو ديم طعم الضيق يا عيال. اوه الليفل. اوه الليفل. احا. شكله. صوت طلق يا عيال. اوكي بس كذا سهل ايزي. انا سويت صدف اللي ايش هذه؟ والله قمت امشي بس. اوكي خلينا نشوف هذه. من فين تاخذ الصور يا محمد؟ في امبولز تحت في امبولز تحته. حلو. يعني العضيد ممكن تهوشها تكفى ممكن عيال كم وصلت ليفل 18 من 19 20 30 بس اني ناشف فيه نشبه هو دبل انا اروح بدل الفخان هذه لف يمين شوف درعم لا جي جي الله 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 خلصت ما والله اسف يا عيال اسف يلا يعني اشوف في تطور يعني في 100 دولار تدفعون اي لا امزح امزح ما في ولا ريال ولا اعطيكم ولا ريال انا خلصت الماب افتكيت الحمد لله من العذاب مع ان الماب يعني ما اخذت فيه وقت طويل اتوقع نص ساعه شيء زي كذا بس الماب رهيب فكرته اقسم بالله رهيبه يا عيال احب المابات زي كذا يعني يجيك افكار جديده زي كذا فبس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم اذا ما تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين اتوقع اغلبكم الحين شوف المقطع ما اشترك قنوات شباب في الديسكربشن كود الماب في الديسكربشن اللي يبغى يلعبه ويعطيكم العافيه الدعم اشوفكم على خير سلام